الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، يعني بلغي لها هذا وجزاك الله عنا كل خير. كما قلنا المصنف قال حدثنا ابو بكر بن شيبه من ثقات الاثبات روى له الجماعه الا الترمذي، قال حدثنا سفيان بن عيينه ومن اساطير المحدثين قال الشافعي لولا ابن عيينه ومالك لضاع علم اهل الحجاز. وعن ابي قال عن عبد الله بن دينار وهم من ثقات الاثبات، عن سلمان بن نصار ابن شوف ثلاثه تابعين يروي بعضهم عن بعض. سلمان بن نصار ايضا من ثقات الاثبات، عن عراك ابن مالك عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقه، ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقه. هذا نفي الصدقه نشرحها الان ان شاء الله. وروى بسنده عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تجوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق. يبقى الأول قال ليس على المسلم في 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 فرسه ولا في في عبده، قال في في عبده ولا في فرسه صدقة، وقال تجوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق. وهذا باتفاق العلماء، باتفاق قالوا بأن الحديث ظاهر، يعني أن الخيل لا صدقة فيها، الخيل لا صدقة فيها ولا زكاة فيها، وأن العبيد لا زكاة فيهم أيضا. وجرى عند العلماء مجرى العبيد للاستعمال، يعني ولأن أنا أقول لكم فقه لابد أن تفهموه جيدا، بأنه لابد يعني فقه الزكاة أن يكون المال ناميا، يعني المال يحتمل النماء، المال يحتمل النماء. فأجروا أن مجرى العبيد والخيل الثياب والفرش والأواني والجواهر وسائل العروض، يعني السيارة التي يركبها لا زكاة فيها، أيضا حتى لو سيارة تاكسي للإيجار لا زكاة فيها، الماكينات الآلات التي يستخدمها في هذا الأمر كلها يعني لا زكاة فيها، لأنها ليست نامية. سنن ابن ماجه، نحن الآن في سنن ابن ماجه. إذن الخيل لا زكاة فيه والعبيد لا زكاة فيها، والعلماء الحق بذلك كل مستعمل، العلماء الحق بذلك كل مستعمل، لأنه ليس مالا ناميا في نفسه، إلا الذهب. فإن الذهب وإن كان مستعملا فالراجح أن الزكاة فيه، الراجح أن عليه زكاة، إلا الذهب. فالذهب فيه زكاة، إلا الذهب فإن فيه الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة: أتريدان أن يسوركم الله بسوارين من نار؟ أدي زكاته. ولذلك قال بعض علمائنا: لا زكاة في غير بهيمة الأنعام، وهذا قول أكثر أهل العلم، قالوا بأنه لا زكاة في الخيل ولا زكاة في الفرس، في الفرس ولا في العبيد. واتفقوا إجماعا أو اتفاقا، لأن الظاهرية يخالفون في ذلك أيضا، واتفقوا اتفاقا الأئمة الأربعة وغيرهم اتفقوا على أن الخيل زكاة تكون فيه إذا كان من عروض التجارة، يعني بيتاجر به، يعرضه للتجارة كالسيارات التي في عروض التجارة، فيكون الزكاة فيها زكاة عروض التجارة. وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة، نعم. وجاء حديث عن جابر بن عبد الله في الخيل السائمة في كل فرس دينار، هذا يستدل به الأحناف على أن الخيل فيها زكاة. الملغناني في الهداية شرح فتح القدير قال: وإن كانت الخيل سائمة ذكورا وإناثا فصاحبها بالخير إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا، وإن شاء قومها وأعطى عن كل 200 درهم 5 دراهم. وهذا عند أبي حنيفة وهو قول زفر، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رؤيا عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الخيل السائمة في كل فرس دينار، في الخيل السائمة في كل فرس دينار. وهذا حديث ضعيف لم يصح هذا حديث. وطبعا القاعدة عند العلماء، درستم معنا كثيرا هذا، القاعدة عند العلماء: الأحكام فرع على التصحيح، الأحكام فرع على التصحيح.
ولذلك قال الشافعي في الرسالة: وكان للناس ماشية من خيل وحمر من خيل وحمر وبغال وغيرها، فلما لم يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منها شيئا وسألنا أن ليس في الخيل صدقة، استدلنا على أن الصدقة فيما أخذ منها أمر بالأخذ منه دون غيره. والصحيح كما قلنا قول الجمهور: ليس في الفرس صدقة وليس في العبيد صدقة، وألحق بذلك كل العوامل، وإن كانت الخيل سائمة فلا صدقة فيها أيضا كما بينا. والأحناف قالوا في الخيل صدقة، وهذا قول ضعيف لأنه مخالف لظاهر الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم، هو حديث ليس في الخيل صدقة، وقال وليس في العبيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك للعبد ترك للمكلف في فرسه وعبده ولم يأمره بالصدقة فيها. ولذلك قال ابن القيم: إنما أسقط رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة من الخيل والرقيق، وإذا كانت للركوب والخدمة، فأما ما كانت منها للتجارة ففيها للزكاة، فهو أسقط فيها أسقط عنها الزكاة كما قلنا، لأن الشرط في ذلك أن يكون المال ناميا، أن يكون المال ناميا. ولابد أن تفهم أنه أسقط الزكاة أيضا في الخيل، لأن الخيل لها رعاية مهمة جدا، لأنها عاملة في الجهاد، لها ما لها من الاستعمال العظيم في الجهاد في الكر والفر والاهتمام بها والنفق عليها، فلذلك لم يكبلهم بالزكاة فيها، وكان الاهتمام بها من أجل الجهاد أولى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير، الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الفوائد المستنبطة: الزكاة توقيفية، أصناف الزكاة توقيفية، النبي ناقل للشرع وليس مشرعا، مع أن بعض الأصوليين يحتج بذلك قال: تجوزت لكم، هو الذي شرع. قلنا: لا، هو نقل الشرع، هو ناقل للشرع. قد يكون الحديث دليلا للأحناف على أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة، لأنه قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة بقول الله جل وعلا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. طيب، الآن أرسلوا لي أسئلتكم.